أشرت إلى ما ذكرت وسائل أيضا ووكالة فارس الإيرانية هنا شيخ ثائر بخصوص أيضا مقتل قائد فريق الاغتيالات المسادة الإسرائيلي في هذه العملية وهذا تنفيذ المسيرة الانتحارية في مدينة أربيل شمال العراق، وكما أشرت للاسم فهمي حناوي الذي أيضا كان أيضا قد نشر عنه بأنه تم اغتياله في قبل سنتين كما أشرت شيخ ثائر. لكن السؤال هنا بالنسبة لاستهداف أربيل المتكرر من شهر مارس أذار الماضي واستهداف إيران بصواريخ كانت هذه المرة لأربيل وأيضا كما قالت لمقار يعمل بداخله موساد إسرائيلي، لماذا أربيل بالتحديد؟ لأنه هناك من يتحدث إيران تريد المواجهة مع إسرائيل على أرض أراضي العراق وسوريا. المشكلة أنه الرسائل التي تبعثها إيران رسائل غبية جدا نعتبرها لسبب بسيط، أنه اللجنة البرلمانية التي شكلت في العراق وحضرت إلى أربيل وإلى الإقليم واطلعت على كل المواقع المستهدفة أعلنت في تقريرها عدم وجود موساد أو إسرائيليين في هذه المواقع المستهدفة. والمضحك في استهدافات إيران المتكررة نحو العراق وبأخذ ثائر سليماني وأخذ ثائر القادة وآخرين، نجد أن جميع الضربات تستهدف أطراف القواعد الأمريكية، أطراف السور بقرب سور السفارة الأمريكية. لم يصاب أي جندي أو أي سياسي أو أي مقاتل أمريكي في العراق على يد ما يدعون أنهم فصائل مقاومة إسلامية تابعة إلى الولي الفقيه. هذه المشكلة الأكبر، أنه الرسائل هذه أصبحت انعكاساتها سلبية على النظام الإيراني الذي يعتبر أنه نظام إرهابي بجميع المنطقة وأذرعه ومواقفة باتجاه الدول المحيطة بإيران. هذه الفعاليات اللي قام بها الأخيرة من استهداف باتجاه أربيل لها رسائل عديدة. الرسالة الأولى إلى الأمريكان والبريطانيين أنه ارفعوا الدعم وارفعوا قرار الحماية الدولي الذي تم إصداره سابقا سنة 1991 لحماية الإقليم من كردستان تحت خط 36. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تهديد الأكراد بالانسحاب من التحالف الثلاثي مع التيار الصدري مع القطر الصدر والتحالف السني، ويعني رفع القيود عن الميليشيات وغيرها من المسميات المرتبطة بإيران بعد أن خسروا الانتخابات وخسروا أصواتهم وخسروا مقاعدهم. هذه النقطة المهمة الثالثة، وهي أنه لدينا القدرة لتحويل الصراع من داخل إيران إلى داخل دول المنطقة على العموم، وأول هدف سيكون أربيل. أربيل في طريقة إلى أن أربيل والأكراد على العموم في طريقهم إلى بناء كونفدرالية، أو احتمال كبير أن يذهبون إلى دولة إذا بقى الوضع في العراق على هذا كما هو عليه. الأكراد اليوم أصبحوا بترتيب جديد بعقلية يديرون دولتهم أو عقلية جديدة. لا نتمنى الانفصال، لكن سيجبرون على اتخاذ مواقف بالانسحاب من العملية السياسية بعد أن فشلت بغداد بتأمين الإقليم بإيقاف استهدافات قبل ميليشيات تستلم رواتب وتستلم سلاح من قبل الدولة العراقية.